الموت إذا مات الإنسان يبقى وجب دفنه الأول، وجب تغسيله، وبعدين وجب الصلاة عليه، وبعدين وجب دفنه، ثلاث واجبات دي أهم شيء. فندفنه طبعا الدفن على طول، ليه؟ لأن قالوا من إكرام الميت دفنه، وجه في الحديث أنه من السنن التعجيل بالميت للدفن. عشان خاطر إيه؟ قال لك عشان خاطر أمرين، الأمر الأول هو يرتاح، والأمر الثاني كل مكان الميت قدام الناس الحزن يعتريهم. أول ما الناس بتدفن بتحس كده أن إيه، السكينة نزلت في قلوبهم شوية. ليه؟ خلاص بقى ذهب إلى رب العالمين، فيرجعوا ينشغلوا بشؤون الحياة، يخف الحزن شوية، ودوليك لتمشي الحياة، والحياة لا تتوقف على أحد. لذلك بنقول الدفن طبعا واجب، وده اللي احنا خدنا مثلا وقف القرآن إزاي الغراب. نعم. الاثنين عملوا بعض، راح مموت الغراب الثاني. فلما موت الغراب الثاني يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من الخاسرين أو من النادمين. فهنا حضرتك الدفن واجب. يبقى حتى الحيوانات بتعمل كده، الحيوانات يعني الراقية شوية، ده غير الرقية. حضرتك تشوف اليوتيوب دلوقتي كله ازاي حد يموت له حد من الحيوانات يحفر ويدفنه، وكأنها الذي قدر فهدى. سنة الله في خلقه أن ألقى في هذه الكائنات كيف تتدافن، كيف تواري الآخر، والمواراة هذه فيها نوع تكريم للمدفون. فلذلك وجب أول ما يموت الميت على طول، طالما إن ما فيش إجراءات قانونية، يدفن على طول مباشرة.